التحية تتجدد واللقاء يستمر بكم مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم. انطلاقاتنا مستمرة من على أرضية ميدان الشحانية. انطلق هذا الشوط 19 المخصص لسن الجذاع ولفئة البكار، بينما هو الشوط الأول لإنتاج قطر. أبدأ بداية مع هذه الأسماء الباحثة عن شوط رئيسي في هذه الفترة الصباحية. الريم حمد بن راشد بن حمد السنيدي يتقدم بالريم مع مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني لو تابع هذه الأسماء. هذا الشوط المكتظ بالأعداد، إنتاج قطر لمن من هذه الشعارات، لمن من هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة والباحثة عن شوط رئيسي. المركز الثاني يتابع هنا الحضور والانطلاق من قبل شوق فيصل بن عبد الهادي بن نايف، يقدم لنا شوق الحاضرة مع ثاني المراكز. المركز الثالث قاية حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريد الحاضر على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يتابع الظبي مسفر بن محمد بن مسفر الجربوعي يتقدم هنا مع المركز الرابع. المركز الخامس هنا الحضور والانطلاق من قبل الاسم الخامس. الخشمة الحاضرة على المركز الخامس، هكذا هو نداءنا الأول لهذه الأسماء. ما زالت الريم لحمد بن راشد السنيد تتقدم، وسلالة بحر ولد سياف قائدة لهذه المسيرة تنطلق مع أول التحديات. المركز الثاني هنا الحضور من قبل قاية وسلالة مزاح لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، يقدم لنا قاية مع المركز الثاني وسلالة مزاح الحاضرة على ثاني التحديات. المركز الثالث هنا شوق فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن نايف صوقان بن نايف هنا ينطلق ليقدم لنا شعاره، وكذلك هنا من الانتاج الشخصي من الأب والأم الحاضرة هنا على ثالث التحديات بشعار بن نايف. المركز الرابع رابع التحديات هنا الظبي وسلالة المحيط لمسفر بن محمد بن مسفر الجربوعي، يقدم لنا الظبي الحاضرة على رابع المراكز. المركز الخامس هنا الحضور من قبل الخشمة الحاضرة لراشد بن علي بن خالد الجبر النعيمي وسلالة شاهين المهيري. هكذا هي الخمسة الأسماء، بينما قاية هنا البريدي انطلق بشعاره الكبير، انطلق بشعاره المتميز دائما وأبدا. حاضر هنا قاية حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي وسلالة مزاح حاضرة ومتواجدة، بدأت تقلص المسافة بحثا عن شوط رئيسي في هذه الفترة الصباحية. المركز الثاني يتابع الحضور كذلك في هذه الأثناء من قبل شوق فيصل بن عبد الهادي بن نايفة بن نايفة بن نايفة بن نايفة، وكذلك الخشمة الحاضرة هنا مع المركز الثالث راشد بن علي بن خالد النعيمي وسلالة شاهين المهيري على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع هنا الريم حمد بن راشد السنيد وبحر ولد سيافة، كذلك بن جبران وصل هنا وضوح جابر بن سالم بن جابر بن جبران وسلالة سياف الخيارين. ما شاء الله يا هذا الانطلاق، بينما العود هناك مع 700 متر الأخير كأنها الحالها في هذا الشوط. هناك قاية البريدي وكذلك بن جبران والبريدي، ولكن يا سلام يا حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي وال 500 متر الأخيرة، هذه أمتار البريدي يا أخواني. يا ما قدم النوعيات الفاخرة وسلالة مزاح هنا بهذا الأداء الكبير. شكرا لك يا البريدي، عودنا دائما يا أخواني على هذا الحضور، عودنا دائما على تقديم النوعيات الفاخرة. هذا بن جار الله، هذا هو البريدي الحاضر محقق هذا الناموس وهذا الانتصار. وسلالة مزاح هنا
وتحضر وتحقق هذا الناموس وهذا الانتصار. مزاح أم الزبار هنا تحقق هذا الناموس وهذا الانتصار. سلام وتحية لك يا حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي على هذا الناموس وعلى هذا الانتصار. والشوط الرئيسي بقبضة البريدي المركزي الثاني. حضرت هنا وضوح جابر بن سالم الجبران وسلالة السياب. محمد بن زايد الخيري المركز الثالث. المركز الثالث الخشمة لراشد بن علي بن خالد النعيمي وسلالة شاهين المهيري المركز الرابع. المركز الرابع حضرت هنا الظبي مسر بن محمد بن مسر الجربوعي سلالة المحيط. المركز الخامس. المركز الخامس صيت علي بن حمد بن صالح بن حديد وسلالة الشقب أم الزبار. هكذا متابعينا في كل مكان تابعنا وإياكم الشوط الأول لإنتاج قطر. فحضرت هنا قاية بشعار حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي محقق الشوط الرئيسي بتوقيت زمني 6 دقائق 13 ثانية 23 ثانية. وسلالة مزاح أم الزبار المركز المركز الثاني. حضرت هنا وضوح لجابر بن سالم الجبران سلالة السياف محمد بن زايد الخيرين توقيتها الزمني 6 دقائق 17 ثانية 75 جزء من الثانية. المركز الثالث كان الحضور من قبل الخشمة لراشد بن علي بن خالد الجبر النعيم وسلالة شاهين المهيري. هكذا تابعنا وإياكم هذا الشوط. انطلق شوط رئيسي آخر مخصص لإنتاج قطر يرافقكم أحد الزملاء المبدعين وليد العنزي متمني له التوفيق ولكم حسن الاستماع.